بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، ركنية الفاتحة وفضائلها سدي ركيت شي الله يا شيخ الباني رحمة الله. ركنية الفاتحة أزاين لفقه ركن هي واجب هي سنة هي بيناسي ركن او شتاني او كتشن الركني خالو اقل نبي سقفي لسنا وسيار ركن نبي او اصلي بابتك هو شاوي. اما واجب اشيد نبي بلان بشتكي تربة ديلي خوي بربيتو كباشت له وكو شتك لو اسباني نيو شتك لدست دسو تو بس بدو سجدي سهو سجد الافضل تدا برسترين كاري نيو جا تو بري اكيدو سنة نيكي بيوشي بس وجي سهونية بلكو نقص لدرجات نشكيها بل أم ليرا أسلوبكي بخالي رحمة الخالي بك السدير ربابتكي كدو بحكم ببابتك ركنية الفاتحة يعني فاتحة ركن لنجا وفضائل. طبعا ما رأيك من هي لو آية فاتحة ركن يا واجبة جمهور علماء السلام كواجبة بدليل أوي حديثك أبي بكر كهات النوم مزجوت ولا دور كبيني في أنصار سلم قشت النوم مزجوت كوان شون بركوعة أمش الله أكبر يكيد شو بركوعة بركوع وشون أوري زكاة كلي أبو في أنصار فلم يزادك الله وحصن ولا تعود خوي يقول زيادة حول دان في بدأ بس العبادة وما يكره أركاد وإذا جلت كواتم ما دام لسري لا شو بخوني فات إمام كوات واجبة ركني أجر ركن بوايا بوايا بكداد أول أو دليل يعني فيه بلام أواني كدلين ركنة من ضمني بشكل ما رحمة إخواني ما بس يبي أويا ركنة لكاتك تولنا ونيجا بينا إخواني بلام أقدوا كوتي لنيجاك بدس خودنا وهاتي لركوع عابون أو إخواني إمام بركنا ويتي بوتو كواتا ركنة لنيجاك أنا كدن هل نبرينا أقلو نيجا دن هل نبرا نو خير أبي أور كاتب كيتو وكشعر شيء من داسي قال سوي سام أوي كدل الركنة يعني أجن نيخوين مثلا خيال يروش تو وستا وكات يزن إيمان شو بركوع تعزف لي أنا كي أبي أور كاتب كات لا سوي سام فرنام لا سر يواني كدل الركنة وجوابي أو حديث جدنا أحد ذكي أبي بكر ددنا ولا سر أوي كا أو لقراءة جهرية إيمان بوي بروت بوي بركلوتا يا أجر جهريج نبي هل إمام بوي بركلوتا والنص إلى سر أو النص إستثناء وات غير أو يكدوا كتو فري الركوع كبير هل كسر مجالي بيه لو كاتني كإمام دعنا نعبر بيخونه ونخونه أبي نور كاتا بكاتو سلم باش أو يكدوا واجب جمهور العلماء نسوي الله واجب بدليل أو نص والشعب السامي بجيري واجب يتكئك والله أعلم كيف السجدي سو أشهد بربيته ركنية الفاتحة وفضائلها باسي أواكين كفاتحة ركن لنا ونجا نجب بفاتحة نجنية وقبولني ببكت. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه السورة في أنصر صلى الله عليه وسلم بريزي أم سورة باسك دو فكان يقول أي فلا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا نجنية لا صلاة لمن لم يقرأ فيها نيجي الدروس نية كامل نية بهيش وجود نية كفاتحة تانا خير أم لا صلاة وكوتمان شعب سيمين باسي أكا باشا الكلمة لا صلاة يعني شي لشرح بلوغ المرام كيا لشرح بلوغ المرام بداي فتح الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لحديث الدوسر شاسون دا باسي أكا باسي أو أكا دلي أم لا صلاة أم لا صلاة يعني لا تجزي يا لا صلاة بمعنى أودية نفية أي نفي أصل وجود اشتكى أكا بدو معنى نفي صحية نفي كمالة أقل نفي صحية أو أبي بكرته صحيح نية فاسدة مقابلك يوصل في قيق يعني كأما صحيح نبو فاسدة كفاسد وهي بكرته يا نفي كمالة نفي كمالة ويكوا نخير نجكي دروستا أما كامل نيو حقي خوي بينيو ألم حالتها كاميانة ديالة هند العلماء ضلي أما نفي كمالة نقل نفي صحة وأني كدليل ركنة علينا في صحة، شو كا ببيع فاتحة أو نشاء وجودينية، كوتنا في صحة بمعنى وجودي هلا شانوي نبوني لنبونيا هلا شانوي في عدمه عدم وفي وجوده وجود وأصول في الضلال، أو لبونيا بونا لنبونيا نبونا
نبونا بالي كاتبوني نيوس وركات لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأنا ضلين ركنا يعني شرط صحيح ويضلي واجبا شرط كمال. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وتارة يقول باداشتي نيا نيجا لك ما دام فرمي لا تجزئ كما كلمة لا صلاة كشرط كمال نك شرط صحيح قال باداشتي نيا نيجا وتا باداشتي طوابي نيا نيجا سورة فاتحة أنا أخواني من صلى صلاة أما من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج لم رواية أنا فرمي هركس نيجب كات سورة فاتحة أنا أخواني خداج سيزار فرمي خداج 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 يعني أي غير تمام طواوني أو حديثة أو نيجة طواوني. أما إمام مالك الرواية كل مطاكة وهروها لرقيك إمام المسلم أبو عانو وأبو خالد الجوزي قراءك نتل أفعال عبادة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوية إلى آخره الشيخ الباني لا أصيص فصلاتك لا برا سيصوز تفصيلات أداتي بلي أم نصك أفرمي هي خداج هي خداج يعني أو رواية إمام المسلم أبو عانو مشهور خداج يعني غير تمام غير تمام طواوني بلي كواتا ما دم فلم لا صلاة لا تجزئ من صلى صلاة لم فهي خداج من سورة فاتحة خينا طوا معناه أويا كشيخ الباني شاب وك كركن فرنابيتو إلا بوله بلقي كتلة سري هنا تلسوي كركنا ويقول وتاني عليه قال الله تبارك وتعالى لحديثي قدسي لحديثي قدسي أكا ببلقى بويكو أم سورة فاتحة ركن أفرمي قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفي فايب القرى أفرمي نيجكم بشك دول بيني خوم عبدكم نيجكم قسمت شي الفاتحة نعم الصلاة كواتا سوتي فاتحي ناو بردو بهمون يوش كبهمون يوش ناني بردو كواتا أشاركم بي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نيوجا كم بشكر دولة بيني خوم وعبدك عبدك ما بدو بشر سورة فاتحة يعني سورة فاتحة كله بدو بشر بشر كيبو خوايا بشر كيبو عبد انجا فرمي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل نيوي بو منا نيوي بشر كيتري بو عبدك ما وشي داوك إذن كافرمي نيوي بو من إشارة بو نيوي أولي بو خواه كوات حقي خواه لبنشتا تحقيتو أشي نيوي أولي فاتحة وأفضلك نيوي أولي فاتحة بو خواه حقي خواه كوات أولي سورة فاتحة نيوي أولي حق الله تعالى نيوي أخي حق العبد قال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ فرمي بخوان يقول على الحمد لله رب العالمين على عبدك أخواني إلا نرجع هذا المسلمان يوتي الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى خواهي قولا فرمي حمدني عبدي أو عبدكم سباس مستعيش منك ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي أو تعبدكم وصفي منك أبويك الرحمن الرحيم خوان بزين ويقول العبد أقرهات المسلمان كوتي لنجا مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي أقول هل من مسلمان لن يجاوتي مالك يوم الدين خواه يقول الله والله ما أفرمي أو توانو دا صلاتي ومن قرار دا عبدكم قال خاوني روش قيامت يقول العبد أقول عبدك وتي أقول مسلمان كوتي إياك نعبد وإياك نستعين خواه بس تودا فرسمو بس ديالمتي وداولة وداوكم فهذه بيني وبين عبد أم وعدو بيمانك بز من برستي وبز دعوة يارمتي وفاول بشتي وفنا دعوة لمنك ومن برستي أما وعدو بيمانك لبين من عبدك كواتا هر كسي هر چند نيوش قبل إخوائي بس تو أبرسم ويارمتي دعوة وفاول بشتي وفنا بس دلتو دعوة أكم روشي أو اندجع لفاتحة بيخوين أو اندجع الوعد دا بس خواه برستي وشريكي بقران دا وهمو بشتي وفنا ودعوة كاريكاني لخوا دعوة كشيل نشكل يتو حاول لغير إخوانك. لقال الله شخواي قرأ فرمي هذا بيني وبين عبدي أم وعده
اما يسا وعد بمنا داكا بس تو فرسمو بس داواكارا كان بس داوالا توكم كشي وطاني لنشغل يبتو دروكا حوالا غيري خواك وعدك يلا وشير ولي عبدي ما سأل شي داواكا عبدك هم قرأ انجا يقول العبد عبدك الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فرمي امي داواكا يعني اخير سورة فاتحة بشي عبدك ما اما شي اما بو عبد الشي داواك بي بخشم وشيتي ولي عبد ما سال شيتي داواك بي تبخش بو دواي او داواك كان في انصم ثاني بيش تحيات بيش سلام دان دو اخيري تحيات افهم اخي تحيات بيش سلام دان وهات شي دعاء لبيا كردويتي نيكس تو بيش سلام دان وين يجو بل امر روايه تمام إمام مسلم أبو عوانية وهروها إمام مالكة روايتي كردوا ليرا بين السر أم رواية يا كم هنا أتي بقول كذا سوي كوا قسمت صلاة بيني وبين عبدي نرجع كم بش كردوا لبيني خوم عبدك نرجع كم بش كردوا لبيني خوم عبدك كواتا فاتحة بهمون يجنا كواتا أشد أما حكم يبوكن بابسي باشا أوني وبشي خواي فبقال لي كويس الفاتحة إلى أول وكيدي بو حق الله لبيش حقي حق الناس وأو نيوتا كويشة برسيات أو نيوتا كوي خو حو آياتا سبع المثاني حو آياتا كتنجار أخوين دي باشا قبل بكير ببشو أبيت شون بكير ببشو أبيت سيوني وسيوني بكير ببشو سيآتو نيوي سرطا سيآتو نيوي كتاي سيآتو نيوي سرطا چيا الحمد لله رب العالمين الرحمن وأويك الرحمن الرحيم أمدو مالك يوم الدين أمسيه إياك نعبد أمتشوار أمسيه ونيو أمسيه ونيو إياك نستعين أمنيو وأواني دواء وشسيانا إهدنا صلاة المستقيم صلاة الذين حتى أخير آياتك غير الموضوع سيانا أمسيه ونيو أخير وعبدك كواتوك ابن تيمية الفتاوى باسيك سيونيو يخوي بودغتا إياك نعبد وعبدك إياك نستعين بدواء وبخوار سيونيو قيتل بكرت مختص اشارتي بام سوره الفاتحه كوا بهمون يجنا وابريت وفرم لا صلاه لا تجزئ هي خداج وهروها لم حديثاني دواي مشاكل اخوي ها لم حديثاني كعنص صلى الله عليه الشخص حتى الشيخ البيان اسمه صلاته هناك الى فضائل سوره الفاتحه كافهم كان يقول ما انزل الله عز وجل في التوراه ولا في الانجيل مثل ام القران اخوي جوله لناوهم التوراه لناوهم انجيلا سورتی کی نه نردو تخوارو بو موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام هاوشوی سورتی فاتحه به یزو بقود همو تورات بگره همو انجیل گره سورتی گیتانیه و کو سورتی فاتحه و بیا و هي السبع المثاني او حود آیتی مثاني یعنی دوباره بو ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم کو خوای گره بس یکل قران كواتا أما الثاني بمعنى دوباره بو نقدو جرهات نخوار ولا مكة ومدينة باش والقرآن العظيم الذي أوتيت أو قرآن عظيم كخوي يقول بوين هذا بو إشارة وآتي وكوت مان كخوي يقول فلما ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أو حول آية تمام بنا تقال كشنجات وإخواني توا وأوا بين أم القرآن وكخوي فلما ناورك القرآن قرآن عظيم واتب قرآن همو قرآن همو قرآني أشيت ياكو أبو بيت وكوت يكي بله شان رواياتي كتل لسا فضائل سورة فاتحة شان رواياتي كتل لسا فضائل سورة فاتحة لرواياتي كي أبي سعيد كري معلا دليا قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصلي فدعاني أبي سعيد كل معلّد ضلّي نجم دكدو في عنصر بلامة يبر مبان لي كردم فلم آتي حتى صليت من جنس شوم بلاي تاني وجهكم طارق ثم أتيت دعائي كشوم بلاي فقال ما منعك أن تأتي باشبونا هاتي كبان لي كدي فقلت كنت أصلي وتمني وجهك فقال في عنصر فرمي ألم يقل الله أو أني خايف بالقرف فرمي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول والله ما يخاف يا غمني خابنا ثم قال دعائي فرمي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فيري أعظم برياسترين سورة كم لقرآن برياسترين سورة لقرآن بيشوي لمزقه بشين دلو قال دعائي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج قال كوتي الموضوع دعائي بيان صلى الله عليه وسلم برات دلو بيرم كوتو فذكرته إن جاهته متبعي في أغمري إخواته وتبت بتوفر من بيشوي بشين دلو أعظم سورة
برعستين سؤال القرآن في تكبشي إن جاء كبير مخصوة في عنصان فرمي فقال الحمد لله رب العالمين. سورة شيء الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني أو سورة هي كحوجة شنجارة دوبالة أبيتوة لن يجوه ينجا والقرآن العظيم الذي أوتيت أو قرآن كخواي قول أبوين عدم تخوان. أما لرواية بخارية بذل تشوار زارو حوصو السيو وبيانج زارو شش. وفي رواية لرواية كي تلا كلا صحي جامع صغيرة تبدو زارو بيانصر نور دو دلية ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن حوالة بمية بخيرتين سورة القرآن الحمد لله رب العالمين. لرواية كتري ما يمي بخاري باش معنى شوار زارو حوصو شوار دليا أبي هريرة فرمي أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم دايكي قرآن لو أسلوب القرآن أم بكار إهين ريبو شي كنية بكار إهين بوكو كر أم القرآن يعني همو قرآن وأو حود آياتي كتشان جادو بالابتو أو قرآن برعزي كسوة فاتح. لرواية كتري صحيح أبي داودة باش معنى هزاو شصو الدوها وهاتو المزيد وزاو شصو حبتاب ينجا فرمي أبي سعيد الله أبي داود أبي كوري كعب هل بهمان شيء لو قدر جرته دلية في وتم كهوالة بمية بشه سورة والذي نفسي بيدي أنجا لا أخيرا في عنصر فرمي سوين بوي جاني من بدسة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجي ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها سوين بوي جاني مني بدسة لا توراة لا إنجيل لا زبور لا فرقان وثلا قرآن كي يكينا وكان القرآن هاو الشيوي سورة فاتحة نهاية التقوار نلا توراة نلا إنجيل نلا زبور نلا قرآن هاو شوي سورة فاتحة ما نية دوبارة لو أنا نية لقرآن شاد دوبارة نية وأنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. هو حديثش أين حديث كتريش من هي عبد الله كري عباس فرمية لروايتك صحيح سنن النسائية بلش ما نوصل دعانا صدريا بينما رسول الله عنده جبريل عليه السلام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام لا يبقى رسول الله وجبريل لا يبو إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام جويلا جريغه جبريل سري هالبري بصر إلى السماء سجك شاي بسكر وأسمان فقال هذا باب قد فتح يبقى رسول الله يفرمو أو باب أو درقائك كإسكراوته من السماء لأسمان ما فتح قط قد أو درجانك لا تؤمن كم جاء. قال فنزل منه ملك لو درجاء ملائكة هات أخوارهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملائكة صلى الله عليه وسلم فقال أو ملائكة وتي فرمي أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك مجدد بمي بودو نورا هناك كبتو بخشلاو بيش بيغمرين لبيشتو يعني بخشلاو مجدد بمي بدو هناك كبتو بخشاو بهش بيغمان اللي بيشتو أنا بخشاو يا كمان فاتحة الكتاب سورة فاتحة ويشك لون نوريك يا خواه بتو يبخشو وبيغماناني بيشو أنا بخشاو وايش في عنصم شاتي بوك اللي توراة وإنجيل وزبور أنية وخواتم سورة البقرة وكوتاي سورة بقرة ودو آياتي سورة بقرة كسنة بيش خوتم بخواني لم تقرأ حرفا منها إلا أعطيته هر حرفي كي بخوانيته إلا بيد بخشي ودعوة كريكتي آياتي أما أوش فضائلي كتري شوية كأبو سعيد خدي دلي إما كاتي لسفري كابو نروشين والحاصل شين بولاش مالك ميوان داري مانكا ميوان داري نكردينو وبلين عشر رئيس عشرية تكام دو بشتي مالي بيوي دا دو آي هاتن بولا منو تيان شتان بيه وطمان در مانو شتان بيه چاك بيه وطمان بالا أو بوتيان دو آي والحاصل بوتيان إمش مادم وميوان داري تان نكو إلا مقابلة بيه چند سال مرك مان بالي قرار يعني نبتان يعني بس بشتك وارج عشيرته كمان شيفا يقولون أبو سعيد يخدي الله اللي هو الرشد مهتا قش ملاي أو بياوة كدبشك ماركة بيو يدابو الله سورة فاتحة مخينو باشن تفيكي ناودم أوي ناودم دركو دام لو شون أزار يشكاو مدير دانشي تا أزار يشكاو نيشتاو هيش أزاري كي بيو دانكي بيو نما أو سا تسر مركه من ولغتو هاتينو كي شيخ محمد دوز بو ايام حلال حلال نتا بس من نص سنه كن دوي هاتينو كاتب من جرايو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقال وما ادراك انها رقيه شلون زانيد او رقيه دعايه بالشفاء دعايه بالشفاء ام روايته وبالشفاء بهات واقراري كل سر او مرانشي كوري قلتوا المقابل او ميان داري نكنيه اما امام مسلم روايته ب 5600 وحوتنا وحاش بعد حالي متابلة فتاوى كيا لفتاوى كيا لمجلد حفظ وان لا برد وانصا
سيك حسن بصري نقل دكادة فرمي قال لحسن بصري حسن بصري فرميتي أنزل الله مائة كتب وأربعة كتب خواجه وصل شوار كتب نار وتخواره من السماء لا أسمع وأودى علومها أربعة منها هاتشي علم أو علمي كوا بشد في بيسيدي سويتنا وشوار كتب توراة إنجيل زبور فرقان وتقرآن أمدون ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقة علمي أم شوار كتب الشيخ سويتنا وقرآن ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع إلى آخره أفهم هم معلوماتي قرآن كتب كان دي خسوة أو سورة ديجا كان ولا سورة ديجا كان معلوماتي هم يعني خسوة أو سورة فاتحة أما يكفي لو سنداني كبا مفهوم أبو سعيد خذي باسي أكا فضائل سورة فاتحة خوي يقول أفهم ولقد آتيناك سبعا من المثاني أما وكم النت يكون نعمتك خوي باسي أكا بسري كواي كدو اشتعني بتوما بخشيو أو سورتي كحود آياته وتنزل آخر اليد نامي سورة فاتحة زورة نام دعوة بصلاة وكو فرمي قسمت الصلاة نامي كذي سورة الحمد بحاول في عنصف فرمي سورة الحمد رب العالم نام دعوة أم الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب ماذا محكمة أم الكتاب وابن سيرين أنا سورة أم الكتاب والحال أم القرآن أم القرآن وكل أحد زكاته المثاني القرآن العظيم الشفاء بالشفاء ناو براو هل كل سنن دارمية برقم 6400 فاتحة الكتاب شفاء من كل سم سورة فاتحة الشفاء يا أبو همو أو ذلك الجهرة كأشياء ذلك الشيء إنسان مو مع الكيودان ودوب شكيودان وشتاني كالزهر وأساس بأساس ناو براو وافية شافية كافية ناوي زولة بحر حلنا وناونا فضائل سورة فاتحة زولة أما وبشكي خايف تلقى سيوني وي أولا وبشي عبدك سيوني الأخير بوشي أمهام فضائل سورة فاتحة هي لبري سورة فاتحة هسي بشكي توحيدي تاعي الحمد لله رب العالمين ما ربوبيته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما أسمع صفات إياك نعبد أما ألوهيت هسي بشكي توحيدي تاعي باش وهدو بشكي توسل شتاء توسل يكم بأسماء الله وصفاته وبأعمال صالح إخوات دوشت هي وسيلة بدو عقبهم ناو صفاتك عن إخوة باشر عمل صالح إخوات أو تبحثت بشكي توحيد أو أسماء صفات إخوة كردقارة كدوة بوسيلة بدو عقبهم كخسوة أخي سوة فاتحة وإهدنا الصراط المستقيم تأخي أو وسيلة يكم وسيلة دو مش عمل صالح كي كامل إياك نعبد وإياك نستعين توسل بالأعمال الصالحة توسل بأعمال الصالحة كواتدو بشكي وسيلة شتاء أسماء الله تعالى وصفاته وهسي بشكي التوحيد هو باشين وسيلة ودعاء قبول زائدا عمل صالح قد كإياك نعبد وإياك نستعين أما دو كواتسي بشكي التوحيد تاء دو بشكي توسل تاء باشان سيجور آدميزات هي لدنيا سيجور آدميزات هي لدنيا باشكا اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اما بشك غير المغضوب اما بشكيت ولا الضالين بشكيت سيجر امتي امتي كان كالسر رجل راس صراط او رجل راس كواخو يقول نعمتي بسبب العالمين كعلم وعملي انهي علمي انهي وعملي بي اكنو واتا علمي منهجك انهي كقران وحديث بابلين وكل اسلام وعملي شي بي اكن لي درناش أما صراط المستقيمة وأنعمت عليهم أو خايق نعمتي بسبب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خايق رباس يوكواني كنعمت بسبب في غمران والصديقين والشهداء والصالحان كبسر عملي صالحة غير المغضوب لرواتك فمي هم اليهود يهود أو عن علمي أنه عملي بينك أمتك علمي هبي عملي بينك يهودا ولا الضالين هم النصارى قولا كان كأوان عمليا هو علميا نية ببيع علم عملك كواتسيج الأمة ماني أمتك العلم علمي هي وعملي فيها كباشن أمتها أمتك من هي علميا هي وعملي فيها ناكن أوجه لك يا أمتك من هي عمليا هي بلان علمي علميا نية بي بل كفر لبدع وشرك وبابتانا أوش أمتك كواتتو دعوة أكي إخوائي لو سي أمتك مخيتسا أرقي أمتك وعلميا هي وعملي فيها كانوا بمنهج أروان وبودو أمتهم نمخي ترزي أو دومتهم أما التفصيلات تزور تاعي كواتا سيبشي أمتي تاعي دو بشري التوسل سيبشري التوحيدي تاعي
بله كواتا ما ب مجملي بمختصري وموضوعي إياك نعبد مسألة عبادة الاستعانة والذكاء الاتياء وتفصيلاتك كذا تفسير سورة كام قال لكاتك ذلك لا وقريت سري بينه سر صفة صلاة وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته وقال لمن لم يستطع حفظها بأنصم فرمان يا أبو كابري كان يوجك هلك فرمي بيخونك وفرمان يا أقل كسر نيتواني بيخوني أما بخوني لجاتي تالبري أكا أقل حرها بوي لبنك لا أتواني فيوز بمامو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو شو الكلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيج كلمة أم بيج كلمة جامعها مجورة كان الذكر كوكلوها مجورة كان الذكر أتواني لبريك وكسيك ناتوان يا سلطايا لخيرني سورة فاتحة ومن لرواتي أبو داود بن خزيمة وقال للمسيء صلاته في أنصبك أبلا يتكلم يشكيبها لك فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فأحمد الله وكبره هلله يا وقوة ثانية قرآن هبوات أو سورة فاتحة بيخونا قنبو حمد سنة خاص واصل داود الله أكبر لا إله إلا الله كتير رواتي أبو داود إمام الترمذي وصحيح أبي داود بجبارش صوحات بلح كوات أم فضائل توحيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.